السلام عليكم. دلوقتي تقدر تدخل الشات جي بي تي جوه التطبيق بتاعك، يعني يقدر اللي هيسأل واللي يبدأ يتجاوب وكده جوه التطبيق اللي انت عامله. ممكن يكون التطبيق بتاعك خاص مثلا بالتاريخ وهو اللي يجاوب عليه في تخصص التاريخ، ممكن التطبيق بتاعك يسمع جامد جدا لو انت عندك فكرة كويسة. هو معتمد من الاوبن اي اي اللي هو عامل شات جي بي تي، ومعتمد من الجزء اي والان ال بي كلاود. تقدر ان انت تجربه ببلاش وتشوفه، بحيث ان بعد كده يبقى هو مرتبط بالتطبيق بتاعك، واي حد يسأل مش الاسئله تفضل موجوده لحد ما انت تجاوب عليها، لا على طول يلاقي الاجابه من شات جي بي تي، وبيبدأ من $19 في الشهر.